مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو. ضيفنا اليوم مهندس مدني برلماني نمساوي من اصل عراقي. رحبوا معي بضيفنا الاستاذ عمر الراوي. اهلا وسهلا فيك استاذ عمر في برنامج نور شو. اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافه. استاذ عمر الراوي، هل وقف يوما من الايام في وجه اي قانون يضر بمصلحه الجاليه التي ينتمي اليها؟ أخي الفضل، الآن أنا في الدورة البرلمانية الرابعة منذ 16 عاما أنا عضو في برلمان ولاية فيينا. في هذه السنين وهذه الأيام تمر كثير من التعديلات من القوانين، قد تكون هناك تعديلات بسيطة وقد يكون هناك ضرورة للتدخل أكثر. يعني هناك أمر قديم جدا، مثلا كانت في هناك محاولة في النمسا لمنع الذبح حسب طبقا الذكاة الشرعية، يعني الذبح على الطريقة الإسلامية أو حتى اليهودية. في يومها الجالية اليهودية والجالية المسلمة وقفت وقفا مع بعض حتى لا يتم هذا القانون بهذا الشكل، وكان هناك ترتيبات تخص المسلمين. كان هناك محاولة قبل سنين مثلا لمنع مسألة ختان الذكور، أيضا صار في هناك نقاش. آخر مسألة التي تدخلت فيها كثير ولم أفلح في تغيير جزء كبير منه، ولكن استطعنا نعمل تعديلات، هو سن قانون الإسلام الجديد الذي يرتب تعامل الدولة مع الهيئة الدينية الرسمية. فطبعا هناك قوانين كثيرة يتدخل فيها النائب والسياسي، ولكن المسألة لا تخص جاليته فقط، قد تخص مسألة التمييز العنصري، قد تخص أنا نقابي في عملي، قد تخص مواضيع في حقوق العامل، حقوق رب العمل. فهناك طبعا قوانين كثيرة يتدخل فيها النائب، يحاول تغييرها تعديلها، محاولة مؤثرا فيها. طبعا حصل هذا الشيء. طيب. قانون كان هناك محاولات مثلا لمنع بناء المآذن، حصلت في ولايتين في النمسا في فيينا، لم يحصل ذاك الشيء. فطبعا هناك بعض اللمسات التي يستطيع النائب بحمد الله تعالى أن يتدخل وأن يغير مسارها. ما شاء الله. طيب الآن نتعرف من هو عمر الراوي مع حفظ الألقاب طبعا. عمر الراوي، ولدت أنا في بغداد لأب عراقي وأم نمساوية، طبيبة كانت مهاجرة تدرس، ذهبت إلى العراق واشتغلت في العراق. طفولتي قضيتها في البصرة، تركت العراق كان سني 17 عاما، يعني السنة هذه في شهر العاشر تمر ذكرى مرور 40 عاما على قدومي إلى النمسا. درست هنا الهندسة المدنية، كملتها بدرجة ماجستير في جامعة فيينا التكنولوجية. بعد انتهائي من الدراسة اشتغلت في أكبر الشركات النمساوية للبناء والإنشاءات، دخلت أيضا العمل النقابي. كنت أثناء الدراسة ناشط في اتحاد الطلبة. عندما اكتسبت الجنسية النمساوية لم أدخل للجيش، ولكن خدمت في مؤسسة الإسعافات. كنت أيضا هناك منتخب كناطق باسم كل المنتسبين من الذين يأخذون من الخدمة المدنية. وبعدين في 2000 قررت أيضا الخوض المعترك السياسي، والحمد لله بنجاح، وهذه الآن الدورة البرلمانية الرابعة التي أنا فيها. أنا أب لي 3 بنات ولي ولدين، ناشط أيضا في منظمات المجتمع المدني، أحد مؤسسين مبادرة المسلمين النمساويين، أحد مؤسسين منبر الحوار المسيحي الإسلامي، وكذلك هناك منبر للحوار بين الجالية المسلمة والجالية اليهودية في فيينا، أيضا فعال فيها في هذه المبادرات ما شاء الله التي أقوم بها. جانبك فقط النشاط بس بفيينا ولا بكل النمسا؟ لا، النشاط في فيينا وعلى مستوى النمسا إذا كان هناك برامج تعبر فيينا، ولكن طبعا تواجدي جغرافيا في فيينا، ولكن كان هناك أيضا نشاطات في غراتس، كانت هناك نشاطات في سالزبورغ، في فورالبيرغ عندما قاموا بتأسيس أو بناء المقبرة الإسلامية في فورالبيرغ، كان لي دور إعلامي ومحاولة لإقناع المجتمع في محافظة فولبرغ لتقبل هذه الفكرة. ما شاء الله. طيب أستاذي لو سمحت، كيف كان شعورك في أول جلسة حضرت فيها البرلمان؟ دخول البرلمان هو لم يكن وليدة الصدفة والساعة، يعني أنا ذكرت لك كنت في اتحاد الطلبة، كنت ناشط في النقابة في شركتي، أنا رئيس مجلس موظفين العمال، فأنا هناك أيضا أضطر إلى التفاوض وألقاء الكلمات. قبل دخولي البرلمان كنت ناشط في مجتمع مؤسسات المجتمع المدني، كنت أحضر المناقشات، حاضر على التلفاز، أناقش في الإعلام، فالمسألة لم تكن شغلة جديدة، لكن الشعور الدخول إلى البرلمان كان شعور، يعني طبعا في يومها كان سعيد، لأنه كانت التجربة الديمقراطية لم أكن أتوقع أنها ستكون ناجحة بهذا الشكل. فأول يوم الدخول والترحيب الذي حظيت فيه والإعلام الذي سلط الضوء عليها، لأن لم تكن آنذاك هناك نواب من جذور أجنبية بصورة عامة ومسلم بصورة خاصة، فهذا كان شيء جديد. ولكن دخول البرلمان إلى اليوم هي تجربة، هي تحدي دائم، لا تستطيع أن تقول أنت أصبحت الآن مخضرم، تتعلم بمرور الزمن كثير من الأمور التي تسهل عليك الحياة، وتكون في البداية طبعا لا تزال عليك أن تتعلم اللعبة، تكون جديد نائب جديد، يسموه في النمسا أصحاب الهينتر بنكلر، يعني اللي جالسون في الخلف، ولازم طبعا تتدرب حتى تستطيع أن يكون لك دور ولا يكون لك كلمة ويسمعون لك. أنا دخلت بكل ثقة وبكل نية أن أكون عضو فعال، وصراحة أنا حابب أن أركز أنا نائب عن جميع الفيناويين بغض النظر ما هم دينهم وهم طائفتهم وهذه، يعني أنا نائب عن الحي ال12، وكل من يسكن في هذا الحي هم الذين انتخبوني، فأنا نائب الجميع وليس نائب طائفة معينة. هذا شيء مهم أن واحد يركزه. هناك من يقول لي هل أنت نائب المسلمين في البرلمان، والآخر يقول لي أنت ممثل للحزب في الجالية المسلمة. أنا عمر الراوي وألعب جميع الأدوار. أستاذ عمر الراوي، كيف تكون خطوات المهاجر الجديد إيجابية ليتمكن من الاندماج في النمسا؟ أول مسألة أخي الفاضل تعلم اللغة جهد الإمكان. ثاني شغلة أن يكون محور حياته هي النمسا، يعني يتعلم أن يكون متمتع بوجوده في هذه البلد، يهتم سياسيا بأمور هذه البلد أكثر من يهتم سياسيا بأمور بلده الأم. إذا استطاع أن يتصفح الصحافة النمساوية والإعلام النمساوي أن يمارسها، إن استطاع أن يسمع الأخبار النمساوية أخبار البلد وليس الأخبار العالمية التي تخص البلاد الأخرى، هذا هو محور حياته. كلما استطعت أن تكون سعيد ومرتاح وهذا هو محور حياتك، كلما كان الاندماج إيجابي. لذلك المشاركة في فعاليات الجيران، فعاليات المدارس، فعاليات العمل، إذا اشتغلوا ذهبوا أصحابه يوم ما إلى العشاء أو طلعوا يخرج معهم، يذهب إلى السينمات النمساوية. يعني أنا دائما أترجم، يكون في كونتاكت يعني مع أترجم الاندماج هي المشاركة. شارك على جميع الأصعدة، مثل الآن حتى الآن أن تكون هناك إعلام، هذا أيضا نوع من الاندماج، لأنه مشاركة في المشاركة الإعلامية، المشاركة الاقتصادية، الفنية، العلمية، السياسية، كل هذا اندماج. أما أن تكون جالس هنا ولا يهمك هذا البلد، يعني تأتينا الآن كثير من الأسئلة، لماذا لا نستطيع أن نعمل امتحان سواقة السيارة باللغة العربية؟ طب لماذا لا تتعلم الألماني اللي تعمله بالألمانية؟ تماما، هو بآخر حياتك هي. نعم بالضبط. فهذا كلما تأخر الإنسان ولم يسلك هذا الطريق، كلما ستصيبه الكآبة. تماما. فهو يفشل في حياته هنا ويفشل في، راح يبقى غريب، لن يكون سعيدا في تواجده. فيكون يعني في هناك ناس يعيش 20 سنة لا يعرف من هو وزير التعليم، لا يعرف من هو عمدة مدينته، لكن يعرف من هو وزير خارجية جيبوتي. هذا صراحة أمور غريبة جدا. فالأفضل التحول، مركز الحياة تكون هنا، ولا لا ضار أن تكون هناك لسه هناك تعاطف وعلاقات مع البلد الأم، لكن تصبح هذه هي رقم 1 والبلد الأم تصبح رقم 2. أستاذي، ماذا ينقص الجالية المسلمة لتكون مميزة مقارنة بالجاليات الأخرى؟ الصراحة يا أخي ينقصها التأهيل الدراسي والوصول أن تكون هي مكونة كبيرة للطبقة الوسطى. هذا الذي فعلا ينقصها. لما ترى سيكولوجية الجالية المسلمة بعمومها، عندما نتكلم عن الجالية المسلمة هي ليس فقط السوريين والعراقيين، الجالية المسلمة والأتراك والبوسنيين والألبان، عندما ترى الكم الكبير منهم، أكثرهم هم من أتباع أو من أعضاء الطبقة الكادحة التي هي في المجتمع تعاني من مشاكل التأهيل الدراسي، من الوصول إلى الوظائف الجيدة، من القدرة الاقتصادية. هذا الصراحة الذي تنقصها. لو استطعت الجالية المسلمة أن تكون جزء من الطبقة الوسطى لاختفت حتى مشاكل عداء الإسلام والمسلمين، لأن أصبحنا نحن جزء من المجتمع. يعني هلأ عندنا الجالية التركية حسب ما عم نسمع، يعني هي دائما منغلقة على نفسها، يعني ما عندهم الانخراط في المجتمع النمساوي. أنا أضرب مثال يا جماعة حتى يكون فقط عندنا فكرة. الجالية المسلمة في فيينا الآن يقدر عدده من 200,000. لو نرجع إلى التاريخ فقط في فيينا، جنابك في فيينا، أتكلم عن فيينا 200,000 في فيينا تقريبا. لو نرجع إلى التاريخ ما قبل العقدة السوداء، الحقبة السوداء في تاريخ النمسا وهي النازية، كانت في فيينا يسكنها 200,000 يهودي. بعد طبعا جرائم النازية والمحرقة رجعوا إلى تقريبا 20,000. لو الآن ننظر إلى التاريخ، ما هو الطابع الذي تركته هذه الجالية اليهودية إلى النمسا؟ تجدهم فنانين، فلاسفة، أطباء، دكاترة. تركوا طابع كبير في الحضارة النمساوية. أنا دائما أقول للمسلمين، لو لا سمح الله اختفوا المسلمين من فيينا، ما هو الذي سنتركه كطابع في هذه المدينة؟ هذا ليكون لنا محفز أن نكون، أن نتعلم، أن ندرس، أن نعطي فنيا، حضاريا، فلسفيا، أن يكون من عندنا علماء يحصل على جوائز نوبل. هذا الذي يجب أن، هذا الذي ينقصنا الصراحة في الجودة وليس في الكم. في كثير عم نسمع أشخاص موجودين الآن في النمسا أنه مرشحين لجوائز نوبل. شو رأيك أستاذي في الموضوع؟ من النمسا مرشحين؟ لا، عرب من عندنا، من سوريين. ما شاء الله، والله ما سمعت فيها، هذه أول مرة بسمعها. طيب أستاذ عمر، من مهام عضو البرلمان هو إيصال صوت الجالية التي يمثلها إلى المسؤولين، فما هي الإنجازات التي قد قدمتوها أو قمتم بتحقيقها في مسيرتكم البرلمانية؟ هذا طبعا السؤال لطيف جدا، لأن دائما أسأل ماذا قدمت أنت للجالية المسلمين في النمسا. عندما أقول له قدمنا لهم أن تكون فيينا رقم 1 في جودة الحياة، كأنها لا تمسهم ولا كأنهم هم يسكنون في هذه البلد. للمرة التاسعة الآن، نعم. ما شاء الله. عندما أقول لهم نحن نمتاز بنظام مواصلات تذكر فيه 365 يورو في السنة، يقول طيب، ولا كأنه هو يستعملها. عندما أقول أصبحت رياض الأطفال مجانا، أليس المسلمون أيضا يذهبون أولادهم إلى هذه رياض الأطفال؟ عندما أقول مستوى التعليم مجانا والجامعات مجانية، عندما أقول بنينا ما يعادل معدلا 300 وحدة سكنية مدعومة أسبوعيا نسلمها إلى أصحابه، ولا كأنهم هم يسكنون في هذه البيوت. عندما أقول عندنا الرعاية الصحية من أعلى المستويات على مستوى أوروبا، عدد المستشفيات في فيينا 14، ولا كأنهم هم يتعالجون في هذه. فماذا قدمنا؟ كل هذا قدمناه. جدا انه كعمر الراوي هو شو قدم؟ هي يعني ايد واحده ما بتصفق زي ما بقول. لا يقول هو لعمر الراوي، وانما يرى انه كل ما قدم هذا شيء عادي يعم الجميع، ولكن هو يريد ما قدمت لي انا كمسلم. هذا لذلك علينا فعلا أن نخرج من هذا السياق الخطابي. أنا أريد الشيء الذي قدمته لي أنا، ولكن رغم ذلك أيضا هناك إنجازات ممكن واحد أن يذكرها منها، وهذا أكبر إنجاز إنشاء أول مقبرة إسلامية في النمسا هي في فيينا. كنت واحد منهم طبعا، هو لا يوجد إنسان هو الذي، أنا كنت مسؤول على الناحية السياسية، تخصيص المكان وتأهيله وإهدائه إلى الهيئة الإسلامية، لكن طبعا هناك جنود مجهولون كثيرون عملوا في الخلف، تبرعات أيضا حصلت، ولكن تنفيذ المشروع سياسيا أنا كنت ماسك الملف والمسؤول عليه، وكانت في برنامج الانتخابي. من الأمور التي هي لها طابع رمزي ولكن فيه اعتراف كبير، هو أن يقوم عمدة فيينا وسابقا رئيس الوزراء وسابقا رئيس الجمهورية في دعوة رموز الجالية المسلمة إلى حفلات الإفطار في 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 قصر الولاية في الراتهاوس. هي سنويا عم بتصير، هذه سنويا، وهذه السنة أيضا ستتم من عمدة فيينا هويبل الذي سيودع. بصير صحفيين يروحوا ولا بس؟ إن شاء الله نبعث لك دعوة والله موجود فيها. من ضمن الأمور التي ذكرتها القوانين التي سنت بعدم منع الذكاة الشرعية، بعدم منع ختان الأولاد، بعدم التمييز للمسلمين في المدارس ومن الحجاب. الآن للأسف بدأ نقاش جديد والحكومة سكر ملفه فترة، رجع لا انفتح الآن من جديد موضوع الحضانة والمدرسة الابتدائية. فهناك إنجازات كثيرة على هذا النطاق، بالإضافة إلى مساعدة إنشاء والحصول على الموافقات إلى ما يقارب عدة مساجد في فيينا في الأحياء المختلفة. استطعنا المساعدة على تنفيذها وعلى حصول الموافقات وعلى ترتيب وأيضا الحوار مع الجيران كي يكون هناك تقبل لهذه الأمور. لا ننسى أيضا يعني اليوم 4/4 يوم 8/4 ذكرى مرور 10 سنوات على تسمية إحدى ساحات النمسا باسم الشخصية الفذة التاريخية محمد أسد رحمة الله عليه. هناك ساحة في فيينا باسم محمد أسد. محمد أسد هو يهودي الأصل، اعتنق الإسلام، ترجم القرآن إلى الإنجليزية. محمد أسد كتب أيضا كتابه المشهور الطريق إلى مكة. على فكرة يعني نصيحة لكل من يريد أن يهدي هدية لشخص نمسا وأن يشتري دافيج نخ مكة، الطريق إلى مكة، كتاب جميل جدا فيه أسلوب تاريخي. وهذا الرجل يعني كان أصله نمساوي يهودي، اعتنق الإسلام، كان في نهاية مطافه سفير للباكستان في الأمم المتحدة. والساحة مقابل مدخل الأمم المتحدة في الحي 22 هي مسمى باسمه. فعندما ينزل الإنسان في محطة الأوبان كايزرمولن ويذهب باتجاه الأمم المتحدة سيرى هناك اسم الساحة ساحة محمد أسد. هذا أيضا من ضمن الإنجازات، إن كانوا الناس يريدون أن يسمعوا شيء لهم. ولكن نبقى في الأخير نحن نخدم الإنسانية وكل من يسكن في فيينا، إن كان حامل الجنسية أو لم يحملها، إن كان مسلم، مسيحي، يهودي، ملحد، غير متدين، بوذي، فهو مواطن لهذه المدينة. إن كان عربي أو كردي، إن كان فارسي أو أعجمي، إن كان سني أو شيعي، علينا أن نتعلم أن لا نفرق بين هؤلاء. فيينا تحتوي الجميع ونحن موزايك من هذه المدينة، نخدم الجميع والجميع أيضا ينتخبون. علينا أن نكون إنسان يستفاد منه الباقين. هذه هي القدوة الحسنة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. أستاذ عمر، ممكن أن يتعرض البرلماني إلى ضغوط شخصية لإقصائه عن إبداء رأيه؟ لا أستطيع التعميم على البرلمانيين عموما. أنا شخصيا لم أتعرض في حياتي لضغوط من داخل الحزب. إذا كان هذا هو السؤال الذي يقول لي لا تتكلم في هذا الموضوع، مثلا على مستوى الحجاب، لو مثلا أحد مثلا بيفرض عليك يقول لك إن صوتت ولا ما صوتت القانون دي يمشي أو هيك شيء، لا هل يتعرض لضغوط؟ عموما يا جماعة في موضوع التصويت هناك التزام بالكتلة. ما معنى الالتزام بالكتلة؟ يعني الكتلة تتباحث بين بعضها الموضوع وثم تصوت داخل الكتلة والتصويت يكون مفتوح. إذا كانت هناك أغلبية الكتلة توافق عليها، فعليك في الأخير أن تتقبل التصويت الديمقراطي داخل كتلتك، لأن لا يمكن أن تحكم فيينا أو تحكم أي بلد تماما إذا كانت الكتلة غير متماسكة. يعني كمثال، لما تناقشنا موضوع المقبرة الإسلامية، أنا كنت واحد من 55 عضو في كتلتي. كتلتي التزمت كلها بصوتي، لأنه لما اتفقنا داخل الكتلة كلهم صوتوا. تتناقشوا قبل ما تطلعوا فيكون النقاش قبل. أما داخل البرلمان هو قانون لا كل برلماني له الحق، لكن هناك ما يسمى بالكلوبتسبانك، يعني أنت تكون قد بذلت جهدك في كتلتك. إذا لم تكن أنت لك الأغلبية في كتلتك فتلتزم تصويت الكتلة. إن كان ضميرك يؤنبك ولا تستطيع أن تصوت، فهناك أساليب ديمقراطية معروفة أنك تخرج أثناء التصويت أو لا تكون موجود. لكن عموما لم يحدث أننا استطعنا أن نخرق التصويت الكتلي، لأن الكتلة حتى الحزب المؤتلف معنا يجب أن يلتزم بذلك. فهناك أعراف وإنما تصبح الدولة غير منتظمة إن كان دائما. هذا ما نراه في إيطاليا أو في دول أخرى، تسقط الحكومة بعد سنة بعد 6 شهور تبدأ انتخابات جديدة. هذه المسألة. أما أن يكون لك ضغوط، الضغوط هي الضغوط التي يمر بها أي سياسي في موضوع. الناخب يضغط عليه ويقول أنا أريد منك أن تقول هذا، ربما الإعلام يحب أن يسمع منك شيء ثاني، ولكن لا توجد ضغوط بالمعنى أنه فعلا يهددك أحد أنك ستفقد منصبك ولا ستفقد هذا. لا، أنا في حياتي لم أمر بهذه الحمد لله. طبعا هناك في النهاية أيضا الأخلاقيات العامة، هناك الالتزام بنظام الحزب. إذا أنت كنت طبعا في نظام الحزب الاشتراكي وأفكارك تختلف تماما عن أفكار هذا الحزب وتعبر حقوق حمراء، قد يقول لك طيب أخي أنت غادر حزبنا، أنت غير ملائم لأن تكون في هذا المكان. إن كان هناك مشاكل في 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 اختلاف مع القانون، في 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 فساد إداري، طبعا هذه يتعرض لها النائب إن وقع والعياذ بالله بهذه الأمور. أما أن يتعرض لضغوط لآرائه الشخصية لا. تماما. أستاذ عمر، كيفك مع المشاريع الشخصية أو الخاصة بسموها؟ عم نسمع كثير إنه جنابك عم تدعم مشاريع خاصة يعني لأحد الأشخاص أو لأحد المجموعات أو كذا. أين أنت من ذلك؟ أخي الفاضل، أنا ليس عندي لا القابلية المالية ولا أن أدعم مشاريع. إن صح الكلام فهي مبادرات وليس مشاريع. والدعم الذي أدعمه هو دعم معنوي. الدعم المعنوي معناها أنه أساعدهم على الحضور، ألبي دعواتهم، أخبرهم بنشاطات موجودة. هذا هو الدعم الذي أقدمه من باب مساعدة كل هؤلاء على النمو والبدء بأمور إن كان هناك مشروع واحد فتح مطعم سوري راح نأكل عنده، نعمل له دعاية. هذا هو الدعم الذي أقدمه. إن كان هناك حلاق فتح، يعني هذا الدعم المعنوي على المساعدة على أن يتبقى الدعم بمعنى أنه أنا عندي أموال أعطيها لأحد لكي يبدي مشروع. لا يوجد ولم يذهب ولا سنت مني لأي شخص، إلا إذا طبعا ذهبت إلى أن أكل في مطعم فطبعا سأدفع الفاتورة. أستاذ عمر، ما هي كلمتك الأخيرة لكل من يشاهدنا الآن؟ كلمتي الأخيرة يا أخي الفاضل أن يكون هناك التفاؤل والنظر إلى الأمام. الشاعر يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. النظر إلى الأمام، التفاؤل بالخير، تعلم اللغة، استغلال الفترة. أنا أقولها حتى إلى الأخوة والأخوات الذين قدموا لجوء وقد لا يحالفهم الحظ في البقاء، حتى لو أنتم بقيتوا 2 أو 3 سنوات في هذه البلاد، استغلوا هذه الفرصة لتعلم لغة، لتعلم نمط حياة جديد، لتعلم أشياء جديدة. قد إن اضطررت أن ترجع إلى بلدك السابق رجعت بلغة جديدة ضمن انتظار الإقامة، الانتقام، فتستطيع في هذه الفترة أن تبني مشروع هناك، أن تشتغل ربما في السياحة، ربما تشتغل في شركات ألمانية أو نمساوية هناك. تمام. ما في شيء في الحياة يضيع. الذي يضيع الفرصة هذه، الوقت كالسيف إن لم تقطعه تعلم منه تستفيد قطعك. فكلمة الأخيرة المثابرة، النظر إلى الأمام، محاولة فهم الحضارة، محاولة فهم تفكير الناس. وبعدين علينا أن نترك موضوع الأبيض أو الأسود. الحياة ليس أبيض أو أسود. تمام. هناك دائما أمور تتشابه في أشياء بيسموها في الألماني شاتيرونغن أو في تقليم، قد يكون فيها إيجابيات قد تكون فيها سلبيات. فعلينا أن نتعلم من هذه المسألة، ويا ريت نترك موضوع الطائفية، موضوع الإقصاء، موضوع وأكبر داء أنه أكبر داء فعلا عندنا. يا ريتنا واستطعنا فعلا أن نعبر هذه المشكلة، ومحاولة النظر إلى الأمام. تمام. ومحاولة النظر وراء الكواليس. المسألة ليست دائما هذه. وفي شغلة مهمة جدا يا جماعة، نترك مسألة أنه نحن الضحية. دائما عندنا فكرة نحن الضحية، تكالبت علينا الأمم وأصبحوا جميعا ما عندهم شغل وعمل فقط لتدميرنا. يا هذا طبعا هذه خلاص. وفي مسألة مهمة جدا أيضا أحب فعلا أركز عليها لأنه يقع فيها كثير من الأخوة والأخوات. النمسا وألمانيا بالذات لهم تاريخ أسود في موضوع النازية وفي موضوع تعاملهم مع الجالية اليهودية. حصلت محارق، حصلت معاسي، حصل ظلم كبير. فهذه الدول لها مقوماتها ولها نوع من الحياة، أنه تكون جدا أسلوبك في التعامل مع هذه المسألة، مسألة عداء السامية، مهم جدا. نحن للأسف كثير منا يأتي بخطابه العربي، بخطابه من بلادنا العربية والإسلامية، يستعمل في عنده الطريقة النمطية. هذه فعلا ضروري أن نتعلمها وأن نتركها. المسألة بالذات في هذه البلاد لهم حضارة ولهم تاريخ أسود عليهم أن يعتنوا به، فعلينا أن نتعلم هذه الأمور. هذا أيضا نصيحة أحب أن أقولها للأخوة، لأنه في الفيسبوك الناس ما أخذ راحتها في صور وفي أشياء، وهذه في الأخير تضرنا جدا. لأن الآن أوروبا ماضيها أسود في أعداء السامية. الآن هناك من يحاول من النازيين أن يقول نحن الحمد لله خلصنا، خطر مش من عندنا، الخطر من المسلمين، ويحاولون أن يزرعون فكرة هناك عداء سامي إسلامي موجود. فعلينا فعلا ننتبه، وهذا لا يمت لا إلى حضارتنا ولا إلى ثقافتنا ولا إلى فهمنا الإسلامي بأي صلة. علينا أن فعلا نترك هذه الأمور ونكون حذرين في طريقة صياغة كلامنا، بوستاتنا، الصور التي ننشرها. في النهاية في هذه البلاد على فكرة الجالية اليهودية والجالية المسلمة كانت دائما تقف جنبا على جنب. لما حاولوا يمنعوا الحجاب وقفوا معنا، لما حاولوا يبنوا المساجد الجالية اليهودية وقفت مع المسلمين، في موضوع الذبح، في موضوع الختان الأولاد. الصراحة لولا تلاحمنا ووقوفنا في هذا الموضوع لخسرنا الكثير. فعلينا أن ننتبه وأن تكون العلاقة علاقة صداقة ولا إنسانية. بالضبط. متشكرك كثير أستاذي، وشكرا لتلبية هذه الدعوة اللطيفة من جنابك. إن شاء الله بنشوفك في أعلى المراتب، وبدنا نودعك ونودع الأصدقاء. أصدقائي نشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية، وأنا مني السلام عليكم.